اشلف اشلف تسجل هدف ثاني. الله يا مايسترو، الله يا مبدع، كما قلتها لريكيلمي اقولها لك اليوم. الله يا فنان، الله يا رسام، الله يا نقاش، الله يا نحات، الله يا مرعب، الله يا كبير، كبير والله كبير يا محمد يا مسعود، كبير والله كبير، كبير كبير كبير. هدف ثاني، هدف ثاني لشلف. دعوني ادمع، دمعت في التراويح وادمع لك هذا الهدف، ادمع لك يا ادمع لك. ماذا يقول حكم المباراة؟ بالله عليكم ماذا يقول حكم